السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن المزوري من أكاديمية الجرافيك من دورة أساسيات الأدوبي أفتر إفكت سي أس 6 حصريا على منتديات أكاديمية الجرافيك. معنا الدرس الأخير من هذه الأساسيات وهو كيفية عمل ريندر لمشروع معين. مثلا عندنا هذا المشروع، خطوة هذا المشروع جاهز وجدته من شبكة الإنترنت، أريد عمل مثلا، فلنفرض أن هذا المشروع هو خاص بنا وعملنا كل شيء ونريد عمل ريندر له على شكل فيديو ويكون بجودة عالية جدا. طيب أول شيء سنعمل رام بريفيو. ما هو رام بريفيو؟ هو عمل ريندر داخلي للفيديو هذا لكي يشتغل بصورة طبيعية ونراه هل ينقصه بعض الأمور أم لا. طيب سنختار رام بريفيو من هنا، لاحظ معي من بريفيو هنا اختار رام بريفيو. لاحظ معي هنالك 430 فريم، هذه الإطارات 430 فريم في الثانية، سيقوم بعمل ريندر لهذه الإطارات كلها، ومن ثم لاحظ معي هنا سيشتغل الفيديو بسرعة عادية. سننتظر حتى ينتهي ونرجع مرة أخرى، فقط ثواني وينتهي. لاحظ معي اشتغل الآن مع الصوت أيضا. في هذه الصورة. طيب سنوقفه الآن، أوقفناه. كيف نعمل ريندر له؟ من قائمة Composition سنختار الأمر Add to Render، اختصارها Control زائد حرف M. تلقائيا سيذهب لنا، لاحظ معي يؤشر لنا إلى Main 00 Main رقم 7 بجنبه. طيب عندنا عدة خيارات، مثلا هنا Render Settings، هنا مكتوب Paint Settings. عندنا Output Model سنختار هذا الأمر Lossless. عند اختيارنا هذا الأمر ماذا سنفعل؟ سنقوم بإضافة الصوت. لاحظ معي هنا Audio Output ليس مفعلا، لو ضغطنا على هذا المربع تلقائيا فعل هذا الأمر. ومن ثم من Main Options عندنا Format، ما هي صيغة هذا الفيديو. عندنا مجموعة من الصيغ، أنا أفضل Quick Time التي هي Move MOV. طبعا لو اخترت Quick Time وظهر لك مستطيل صغير ما هو حوار، ماذا يعني هذا المستطيل؟ معناه أنه ليس مثبتا عندك برنامج Quick Time. إذا ثبت Quick Time لكي يظهر ذاك المستطيل عند اختيار Quick Time. هنا نوع الفيديو Channel RGB وألفا أو الاثنين معا، تختار أي شيء يناسبك. طبعا RGB هي الألوان ثلاثة الكمبيوتر، Red والGreen والBlue، وهنا الألفا خلفية. طيب هذه أمورنا دعوة كما هي. هنا لو أردنا أن نجعل حجم الفيديو هذا بمقاس محدد من عندنا، اختار سايز الأصلي هو 1920 × 1080. لو أردنا تغييرها نختار كاستم، عندنا مجموعة من الخيارات الجاهزة نختارها أو ندخلها يدويا. طبعا هذا خيار ندخله فقط، نكتب ونغير، نكتب ونغير. طيب أنا لن أقوم بتعديل عليه، سأختار أوكي. طيب سنختار مكان الحفظ، مكان حفظ الملف. من هنا من Output 2 عندنا هنا اسم الملف، نختاره مرة واحدة، وذلك يقول لنا أين تريد أن تضعه. نكتب أي شيء مثلا، سنختار سيف، وذلك نعمل ريندر. عند عمل ريندر لاحظ معي في هذا المكان يتم خزن الفيديو. سننتظر حتى ينتهي الخزن ونعود مرة أخرى، ثواني ويكتمل ريندر الملف. فقط ننتظر ثواني. هذا الصوت يأتي عندما ينتهي الرندر. طيب هو في الشاشة، نقوم بتشغيله. لاحظ معي الجودة. وهكذا ينتهي الدرس الأخير من دورة أساسيات الأفتر إفكت سي أس 6 حصريا على منتديات أكاديمية الجرافيك. كان هذا كل ما لدي، أتمنى أن نعمل لايك وسبسكرايب، اشتركوا يصلكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.